أيها الأصدقاء، لقد بدأ العام الدراسي الجديد. مرحبا بكم في الحضانة الرائعة. هيا لتصطفوا في الطابور أولا. ساعد. هيا يا أصدقائي لنودع السيارة السحرية. هيا لأكل الحلوى. مع السلامة يا أصدقائي، استمتعوا جيدا بالدراسة. ألقاكم بعد انتهاء اليوم الدراسي. هذه هي حجرة الدراسة، سوف نتعلم دروسنا هنا. هيا ليخبرنا كل واحد باسمه. أنا اسمي المعلمة. أنا أحب قراءة الكتب. أنا وأكثر شيء أحبه هو اللعب مع الأصدقاء. مرحبا، أنا وأحب كرة القدم. أنا وأحب الرقص. لقد أصبحتم أصدقاء من الآن وصاعدا. والآن لنقوم بتزيين حجرة الدراسة. هيا نلصق صورنا الجميلة على جدران الحجرة. لعبتك المفضلة. هيا نلعب باللعبة الجميلة. رائع، ممتع للغاية. انتظرني قليلا. أنا أمسك بك. ها انتظر، لا تركض. ها جميل جدا، انظر كم أنا رائع. كرتي. ماذا الآن؟ ما هي الأشياء؟ هل ألعاب الحضانة جميلة؟ ممتع جدا. ما زلت أريد اللعب. من فضلكم جميعا وضعوا الألعاب في أماكنها بتنظيم. حان وقت الحلوى. هيا لنذهب سويا ونتناول الحلوى. لقد انتهى الفحص الطبي، لنذهب إلى الحضانة. أنتم حقا رائعين، تأكلون من دون تذرع.
التذمر. اليوم يا أصدقائي كنتم رائعين. سوف تقوم المعلمة تساعد المعلمة في توزيع الود. السيارة السحرية، مع السلامة. ساعد المعلمة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. لقد انتهى اليوم الدراسي ووصلت السيارة السحرية أمام الباب. هيا، إنه وقت الرجوع إلى المنزل. ها ها ها. انتبهوا جيدا في طريق العودة للمنزل. مع السلامة يا أصدقاء. مع السلامة يا معلمة.